وخلال اتصال هاتفي في نشرة سابقة، أشار العميد بروفيسور هشام يوسف علي الرئيس المدير العام للشؤون الطبية واستشاري وأمراض وجراحة الأنف والأذن والحنجرة بمستشفى الملك حمد الجامعي، أشار إلى أهم الإنجازات التي حققها المستشفى خلال السنوات العشر الماضية. في الذكرى العاشرة لتأسيس طرح مستشفى الملك حمد الجامعي، نعرب عن فخرنا واعتزازنا بالجهود الكبيرة التي قامت بها إدارة المستشفى في ظل الرعاية السامية لسيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وذلك منذ 10 سنوات ولغاية اليوم، لتقديم خدمات جليلة لجميع المواطنين والمقيمين في مملكة البحرين، وذلك من خلال تخصيص فريق إداري وطبي على أعلى المستويات من الكفاءة وتوفير التجهيزات الإنشائية والطبية المتقدمة وأحدث التقنيات والمناهج الطبية والتشخيصية وتبني أفضل الممارسات العلاجية الإدارية التدريبية والبحثية. وكما تم العمل على إنتاج وتطبيق منصة الإدارة الصحية والمعلومات الطبية بما يسمى هوب في المستشفى، بهدف توفير رعاية صحية ممتازة بشكل أكثر كفاءة، بالإضافة إلى افتتاح وحدة الخطوبة وأطفال الأنابيب، مركز الطب النووي والأنشطة المشعة، ومختبر أمراض النوم، ووحدة الجلطات الدماغية. طبعا إلى جانب تدشين الصيدلية الذكية الآلية في مستشفى الملك حمد الجامعي في عام 2019، وتم تدشين أحدث الأجهزة في مجال تشخيص وعلاج المرضى في مختلف التخصصات.